الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هديهم واقتدى إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا إلى نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونجانا من الشرك والهلاك. قال سيدنا جبريل عليه السلام، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا عن الإحسان، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الإحسان، ما الإحسان؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو المراقبة الدائمة والشديدة من الله لنا في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل زمان وعلى أي وضع من الأوضاع. فالله معنا حيثما كنا وإنما كنا وحينما نكون. So جبريل عليه السلام asked the Prophet صلى الله عليه وسلم what is إحسان, which is goodness or benevolence. Prophet صلى الله عليه وسلم told him you worship Allah as if you see him, but if you don't see him, he definitely, surely sees you. So the continuous closeness and observation of Allah to us. هو معنا في كل لحظة وفي كل ثانية. ندخل الحمام، في المسجد، في البيت، في الشغل، في الشارع، whenever we are. Wherever we are, he is with us. Continuous observation and closeness to us. If you don't want Allah to see you, لو نريد أن لا يرانا الله فلنذهب إلى ملكوت غير ملكوته. If we want actually not to be seen by Allah, let us go and live in another kingdom, not his kingdom. هذا هو الإحسان، أن نقوم في معية الله، لأن الله في معيتنا دائما. الله في معيتنا دائما، الله في معيتنا دائما. He is with us every second. وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. And is closer to us, closer to the jugular vein in our neck. هذا هو الإحسان الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبريل، سيدنا جبريل عليه السلام. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني نصيبنا في الدنيا أننا نعمر هذه الدنيا، نعمر الدنيا لمن فيها ولما فيها، ولكن هي مزرعة للآخرة. Our duty in this life is to build it, not only for ourselves, but actually for everyone. For everyone and for anyone. فكيف أحسن الله إلينا؟ هنا في بعض الأمثلة سنتحدث فيها. How Allah was very good to all of us. أولا خلقنا بشرا. أبناء آدم عليه السلام. أبناء آدم عليه السلام. وخلق الدنيا لنا قبل أن يخلقنا. He created us as the sons and daughters of Adam. And he created life and earth and all the planets for us before we landed on earth. وجعل الملائكة يسجدون لأبانا آدم. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Are you going to create those people or those creation of you who are going to fight one another, to kill one another?
and we are the people who are actually worshiping you. This was the dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and the angels. قال إني أعلم ما لا تعلمون. I know what you don't know. I know what you don't know. This is the first thing. وادخلنا الملائكة يسجدوا لآدم. The second, جعل الملائكة يسجدون لمن؟ لأبونا آدم. ده الإحسان من الله لي نحن. خلقنا بشر ثم خلق لنا الدنيا كلها ثم جعل الملائكة يسجدون إلينا. وادخلنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. So all the angels made sujood for Adam alayhi salam apart from Iblis. Aba wastakbar. He refused to make sujood to Adam. This is ihsan Allah subhanahu wa ta'ala lana. هذا هو إحسان الله سبحانه وتعالى لنا. خلق منا الأنبياء والرسل والمصلحين. He creates from among the children of Adam the prophets, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and the reformers for humanity and for humanity. قسم رحمته إلى 100 قسم. جعل لنفسه 99 قسما ووزع بيننا جزء واحد. He divided his mercy to 100 parts and he kept for himself 99 parts. And all the mercy that we use while we are living on earth is one part of 100 parts. يعني قسم واحد من المئة قسم. فرحمة الله سبحانه وتعالى هي من إحسانه إلينا. رحمة الله علينا من إحسانه إلينا. فهو أرحم الراحمين. هذا بالنسبة لإحسان الله سبحانه وتعالى لنا. فكيف نحسن لله سبحانه وتعالى؟ لابد علينا أن نكون أيضا محسنين. كيف نحسن في حياتنا لله سبحانه وتعالى؟ أن نعبده حق عبادة. If we want to be good and show goodness to Allah سبحانه وتعالى and show benevolence to Allah سبحانه وتعالى, we have to worship Him, to worship Him, to worship Him from our depth of our heart. خير العبادة. This is number one. Number two, when we build a house for Allah subhanahu wa ta'ala, as I congratulate all of you for having this house of Allah here subhanahu wa ta'ala, we invest in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. We invest in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And we invest in the house of Allah. And never to think, ولا نعتقد أن ما ننفقه لله في مسجد الله سينقص من منا شيء. ما نقص مال من صدقة. Your wealth will never be decreased from the صدقة you give to Allah in the hand of Allah. Because the صدقة when it lies in the hand of Allah, He multiplies it. لأن الصدقة حينما تودع في يد الله سبحانه وتعالى كما قال السيدة عائشة والسيدة أسماء كانت تعطر ما تعطيه من صدقات قبل أن تعطيها للفقراء. She was putting perfume in what she was going to give as صدقة to the poor people before giving to them. And they told her why? Because she said it lies in the hand of Allah before it reaches the poor people. لأنها تصل إلى الله سبحانه وتعالى قبل أو يقبلها الله سبحانه وتعالى قبل أن يقبلها الفقراء. بناء مساجد الله سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا على من؟ على أولادكم وعلى أزواجكم وعلى أهليكم ببناء واستكمال مثل هذه البيوت, بيوت الله سبحانه وتعالى. Don't ever feel mean or don't give to Allah سبحانه وتعالى to complete the house of Allah. And we observe Allah سبحانه وتعالى in secrecy and in public. وأننا نراقب الله سبحانه وتعالى, هذا هو أحسننا, نراقب مراقبة الله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا نحن نراقبه أيضا. نحسن لآل بيتنا, لأزواجنا وبناتنا وأبنائنا وآبائنا وجيراننا وكل هؤلاء. To be good, إحسان is not one way. الإحسان ليس اتجاه واحد من الله إلينا فقط. الإحسان اتجاه من الله إلينا
ثم اتجاه منا إلى الله في كيف نتعامل مع عبيده. Is how we treat our family, our children, our wives, our parents, our neighbors, our community. All this. هذا هو إحساننا للحياة التي نعيش فيها في معية الله سبحانه وتعالى. This is our إحسان or our goodness or our benevolence to the people and to the community that we are living with. إحساننا أيضا للمناخ، للحيوانات، للطيور. دخلت امرأة يعني جهنم والعياذ بالله في قطة حبستها، في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها. يعني a woman was looking in a cat without feeding her nor feeding her not releasing her. في حديث آخر عن أحدى بغايا بني إسرائيل إنها دخلت أو رأت كلبا أو she saw a dog panting dog يعني يلهث فسقته فغفر الله لها. معنى غفر الله لها أنه غفر لها ذنوبها فسقياها لكلب. And the nun, a woman from the children of Israelites who are actually working as a prostitute, Allah forgiven her what she have done for what she have given of water to a thirsty dog. This الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الطير، الإحسان إلى النبات، الإحسان إلى المناخ. All this is a different kind of our إحسان or our goodness to the creation around us. إحسان is not one way system. الإحسان ليس اتجاه واحد وليس طريقة واحدة تتعدد الطرق فيه. الإحسان إلى تربية أولادنا، كم من أبنائنا يتكلم اللغة العربية. To do good to how to bring us to bring up our children and look at our children, how many amongst them knows how can they speak Arabic and we are from when. وإحنا منين؟ أغلبنا من الأرض التي صور الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الحكمة يمانية والإيمان يماني والفقه يماني. حكمة is from Yemen, يمانية, and إيمان is from Yemen as well, and فقه is from Yemen. And look at our, ننظر لأبائنا وأجدادنا من الصحابة ومن الأنصار وماذا فعلوا وما نحن فاعلين بأبنائنا هنا في هذه الديار. الإحسان لأبنائنا. To be good to our children, to be good to our wives, to be good to our family and our parents. صلة الرحم من الإحسان أيضا. النسر رحمنا. من وصلها وصلني ومن قطعها قطعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. So the more you visit your relatives from your mother or your father, the more that Allah subhanahu wa ta'ala will be more merciful for you. حينما نتحدث ونحن الآن في هذه الديار عن كيف نبني لنا مجتمعا مسلما عربيا قويا أو نتحدث بأي لغة من اللغات، لابد علينا أن نوازي ما بين علاقتنا في الإحسان بالله سبحانه وتعالى وعلاقة الله سبحانه وتعالى بنا. When we are living in a society like this, when we are living in a society like this, we have to build this kind of dual relationship between us and Allah subhanahu wa ta'ala. أحسنوا كما أحسن الله لكم أو نحسن كما أحسن الله لنا. So we have to show in action our إحسان to our community as much as Allah subhanahu wa ta'ala is محسن with us. وجزاكم الله خير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي أعظم الصدقة؟ هي جهد المقل إلى فقير في سر. The best of صدقة that we give is the effort of the needy to the most needy in secret. To the most needy in secret. رب درهم سبق ألف درهم. Maybe one درهم. You pay in the hand of a needy or for the mosque or for miskeen or for yatim or for faqir be far more better than 1,000 درهم. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن احنا محتاجين لدعم كثير منا لبيوت الله سبحانه وتعالى. Because we need a lot of support from you to complete the house of Allah subhanahu wa ta'ala. We've got big projects for our community. نحن عندنا مشاريع كبيرة لينا. سيكون أموالنا مقسمة ما بين الوطن هنا والوطن في اليمن والوطن في باكستان والوطن في بنغلاديش والوطن في الهند إلى آخره وبين بيت الله سبحانه وتعالى. We have to divide what Allah give us of rizq between what we need, what the house of Allah subhanahu wa ta'ala needs, what our community needs, and what our families and relatives and friends in our countries need. وهنا تحصل البركة من الله سبحانه وتعالى. ما نقص مال من صدقة. The more you give, the more Allah gives back. The more you give, the more Allah gives. كلما أعطينا كلما أعطانا الله سبحانه وتعالى. كلما أعطينا كلما أعطانا الله سبحانه وتعالى. وكثرة الاستغفار تفتح أبواب الرزق. استغفروا ربكم إنه كان توابا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Keep making استغفار to Allah سبحانه وتعالى. If you think that you need money, keep making istighfar and they give you rizq. If you think that would like you to have your children being married, make istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala. If you think that you don't have a children and you would like to have a baby, that your daughter or your wife, make istighfar. This is the meaning of istighfar rabbakum innahu kana ghaffaran. Istighfar yaftah abwab al-rizq. Istighfar yaftah abwab al-rizq. Istighfar yaftah abwab al-rizq. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعليك بشأن كلمة الحق والدين وكن معنا ولا تكن علينا ولا تعذبنا بمسينا وأخطينا والطف بنا يمولنا في مجرب به المقادير. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم وتب علينا فأنت علينا تائب والطف بنا يمولنا في مجرب به المقادير. اللهم ارحم إخواننا وأبناءنا وخواتنا في كل مكان في العالم. في اليمن يا أرحم الراحمين، في سوريا يا أرحم الراحمين، في إدلب يا أرحم الراحمين، في اليغور يا أرحم الراحمين، في العراق يا أرحم الراحمين، في كشمير يا أرحم الراحمين، في الروهينجا يا أرحم الراحمين، في ليبيا يا أرحم الراحمين، في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الشقاء، اللهم ارفع عنهم العناء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يوم الدين. آمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.